هي سمينا هذه، انا سميتها كيو انيشال مش كيو، خلينا نسميها كيو انيشال. راح نعمل هلا نوع من الانيميشن، راح نحرك من واحد للثاني. فراح اخذ الان كيو انيشال هون ادخلها. هي هون اللي انت السؤال اللي سالته عن البيس، ها فبتغير هلا هاي بتساويها بتي جديده. هاي عندي كيو انيشال وراح احط اظن كيو فاينل. خليني اشوف الكيو فاينل ايش راح احطها. احنا طلعنا الفورورد كينيماتكس. هاي الفورورد كينيماتكس اللي للكيو اي، فالكيو اي راح يطلع معي تي، والتي هاي بتمثل، هاي بتمثل الاورينتيشن والبوزيشن. هاي البوزيشن، لاحظوا الاورينتيشن هون معكوس فيه بس الواي والزد، فهو نفس الاورينتيشن تبعت البيس كانه، بس معكوس فيه الواي والزد باشره. هلا بنشوفه، هلا بنشوفه فيزيكلي على الهاي. وعندي هون هاي بتمثل البوزيشن تبع الريست، الاوريجن تبع الريست وين هي موجوده في الاكس والواي والزد. دور تي اللي هي نفسها اللي حسبناها، كنا نحسبها بالضبط. هي تي، هلا تي لها تو انتربريشن. خلينا نذكر حالنا ايش الانتربريشنز الاثنين تبعون التي. في تو، في تفسيرين مش هيك؟ شو التفسيرين كانوا للتي؟ كان يا اما فيكتور موجود الاحداثيات تبعته موصوف في باخر فريم، وبدي ارجعه اشوف هذا الفيكتور التب تبعته لو رجعته للبيس الاصليه. بس اللي بيهمني اكثر التفسير الثاني. شو كان التفسير الثاني؟ انه الفريم هذا الاخير اللي هو تبع الريست، اللي هو تبع التول على فكره، بس الاوريجن تبعه اللي هو 6، الفريم 6، الاورينتيشن تبعته موصوفه بهذا. بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبيس او بالنسبه لزيرو بالحاله هاي. والبوزيشن تبعه بالاكس والواي والزد موصوف بهدول. فهذه عباره عن ترانسليشن وروتيشن بالنسبه للبيس. بعد ما مرينا في المراحل السته كلها، يعني هذا اختصر لي المراحل السته كلها مش هيك؟ ضرب السته هدول كلهم ورجع لي، اعطاني هاي الاورينتيشن النهائيه. هلا في عندنا انستراكشن بامكاننا، في ميثود اسمه بلوت، نعمله على مين؟ فبناخذ الان او يو ار بي يو ام اي دوت بلوت، بس ما بكفي اقول بلوت، اظن لازم اقول له الاورينت البوز تبعه. اوكي نطلع الان هذا، خلينا نتاكد الان نفهم فيزيكلي بالتفسير ايش معنى هذول الارقام. هلا احنا قلنا الاورينتيشن كان الاكس الواي والزد بس معكوسين. خلينا نطلع عليه نعمل له روتيشن. هلا اول شيء عندي الاوريجن البيس تبعته هيها زيرو هون وزيرو هون، بس هو اظن حاليا معتبر البيس هي هون، مظبوط؟ لانه ما في بتي عندي الرقم هذا، هذا الرقم ما موجود، اللي هو راح يكون ايش؟ دي دي واحد اظن بصير، او بصير كانه دي بيس، يعني دي زيرو او دي بيس، اللي هو تحرك من هون along the زد، along زد 1. عندي هذا الرقم من هون، راح يصير عندي كانه في فريم ثاني اذا بدي اعرف فريم البيس. فاذا انت اذا بدك تعرف فريم البيس هون، هو مش هيك معرف الان، البيس محرف هون. هلا اذا عملنا روتيشن هاي، خلينا نطلع على الزوايا المختلفه ونطلع على البوز المختلف، فحرلفه بهذا الاتجاه. طبعا وين عندي اكس وواي وزد؟ هي اكس هي واي وهي زد هون. واذا جينا اطلعنا على التول الافكتر النهائيه، نطلع عليها الاورينتيشن تبعتها بالنسبه للاصليه، هاي راح نلاقي انه الاكس باتجاه الاكس، مظبوط؟ هدول الثلاثه بيمثلوا الاورينتيشن تبعت السكس السادس، واللي هو نفسه الرابع اظن مش هيك؟ اذا ما كان في لف عندي راح يكون الرابع. اذا ثيتا 4 0 وثيتا 5 0 وثيتا 6 0 راح يكون هم. فاكس باتجاه البوزيتيف اكس، مظبوط؟ لكن الزد باتجاه نيجاتيف زد، ولذلك زد كان ناقص واحد. اذا ترجع وتطلع هون على الكوماند ويندو راح تشوف عندي هون زد ناقص واحد، مظبوط؟ وبعدين الواي كمان هون ناقص واحد. خلينا نطلع على الواي حتى اشوف الواي، لازم ارد اعمل روتيشن مره ثانيه. اذا طلعنا على الواي هون راح اشوف هاي الواي عندي هون مبين انه هاي الواي الفريم كله الاصلي البوزيتيف واي بهذا الاتجاه، بس التول هاي الواي تبعها جاي بهذا الاتجاه. اذا هذه الاورينتيشن صحيحه. هلا نطلع على الاكس واي زد، الاكس واي زد كانوا عندي هون اللي هم تبعون الريست، هيها الريست، هاي هي السفيريكال ريست هون اللي فيها راح يكون ثيتا 4 وثيتا 5 وثيتا 6. وتذكروا انه ثيتا 4، رغم انه ثيتا 4 بلف عند نقطة معينة فيزيكلي، بس احنا الاوريجن وين حطيناه؟ حطيناه محل تقاطع زد 4 وزد 5 وزد 6، مظبوط؟
اللي هي سميناها سفيريكال ريست. ولما سالنا قبل شوي عن البوما 560 ايش السؤال سالناه؟ سالنا ايش سفيريكال. فانا عم بسال عن ايش؟ عم بسال عن قيمه اتريبيوت. هذا الاتريبيوت ما بقدر اغيره غير اغير طبيعه التركيب اللي اعطاني. فهون اذا جينا طلعنا خلينا نطلع على الاحداثيات تبعت هذا المركز من هون نحاول نشوف اذا بنقدر نشوفهم. هلا هذه القيمه اللي هي الاكس تقريبا اقل شوي من 0.5 مزبوط؟ هيها هون هي الاكس تقريبا هون اقل شوي من 0.5. خلينا نشوف قديش قيمتها هون. فقيمتها هون 0.4523 اوكي مزبوط؟ هاي اللي هي احنا عم نحكي عمالنا بنقول هاي بتمثل اكس وواي وزد لمين؟ للريست. للريست اللي هي نفسها 6. وعندي قيمه واي 0.149. نطلع على قيمة Y. هاي هون نقدر نشوف Y. Y فعلا هون positive مزبوط. شوفوا سببها الدي اللي موجودة هون ولا الA هاي. هذه A لأنها كانت بين two axes مزبوط. هاي هون القيمة هيها تقريبا عندنا عند النقطة هذه هون اللي هي تقريبا 0.15 بالY مزبوط. واللي هي أظن 0.149 هي نفسها. .149 متذكرين كان عندي .149 وينها؟ عندي .149 واخر وحده اللي هي ماينس .433 اللي هي على الزد .433 حتى نشوفها نقدر نعمل هيك هيها نازله نيجاتيف زد وهيها اللي هي النقطه هاي اللي تقريبا ماينس .433 اوكي؟ إذا هذا ميك سنس هذا اللي أعطاني البوز. طيب لو بدي أحركه الآن أنا لبوزيشن ثاني بشكل بقدر أختار ثاني إيش بعطيه؟ كيو جديدة. شو سمينا إحنا الكيو بالتعبير تبعتنا؟ جوينت سبيس. وإيش الجوينت سبيس راح تعطيني لما بدخلها على الفورد كينماتكس تعطيني؟ كارتيجن سبيس. إذا خلينا ناخذ هلا أورينتيشن مختلفة. هلا عشان أقدر أشوفه هذا راح أعمل كلوز. رح ناخذ الان كيو جديده. الكيو الجديده انا حاسبها بحيث يعطيني شكل مختلف. هي هون عندنا هي عملنا بلوت لكيو انيشال. هلا رح اخذ كيو فاينل بعدين رح احركه بين الكيو انيشال والكيو فاينل. رح اعمل له انيميشن او تراجكتوري. بس هاي التراجكتوري معموله بالجوينت سبيس مش بالكارتيجن سبيس. ولانها معموله بالجوينت سبيس ما بحتاج لها ايش؟ انفرس كينماتكس. ما بحتاج لها انفرس كينماتكس. كوبي راح اخذ هاي هلا ادخلها. اذا انا هون اعطيته ايش؟ ايش سميناها هاي؟ بوز جديده. اعطيته بوز جديده. البوز الجديده قلت له غير لي ثيتا 1 ايش هذا الرقم؟ هذا باي على 2 90 درجه. فقلت له حرك لي ثيتا 1 في البوزيتيف ثيتا 1. زد 1 كي شو كان؟ احنا حسبناه ما بعرفش هذا الموديل اظن يمكن عكسناه هون. المهم ثيتا 1 ايش هو؟ اللي هو الويست. فراح يلف حوالين الاكسس الرئيسي هون بمقدار 90 درجه. بعدين راح يلف ناقص 90 درجه مين؟ الشولدر. رح يطلع لفوق اظن لانه البوزيتيف تبعه هو تحت. هلا حتى نعرف رح نعمل له بلوت بنفس الطريقة. اذا رح اعمل بلوت بس مش لكيو انيشال لكيو فاينل. ولاني عملت كلوز رح يفتح لي هلا الفيجر. لو ما عملت كلوز رح يقبله بلوت ما يفتح. اوكي اذا هلا فعلا هون خلينا نطلع اول شيء شو صار. كان هو هون اتجاهه مزبوط. اذا بتتذكروا اول كان اتجاهه هيك لما كانت ثيتا 1 0. هلا ثيتا 1 لفت 90 درجة لف بهذا الاتجاه. وبعدين عندي هذا اللي هو الشولدر من هون كان الشولدر نازل مزبوط. طلع الشولدر لفوق. إذا بنطلع مثلا بهذا الشكل هلا هون بنلاحظ إنه لف. وهذا الشولدر هاي الزاوية اللي هي ثيتا 2 كانت نازلة نزول. كانت هيك مزبوط لأنه كانت نازلة هيك وهذاك كان تحت بهذا الاتجاه. طيب هلا لو بدنا نعمل أنيميشن بينهم سكر الفيجر هذا. هلا حتى اعمل انيميشن لازم اعمل كرييشن لتايم تايم اري. فاللي راح اعمله الان راح اعمل جنريشن. هلا تي شو بتعطيني؟ هاي اخذتوها انت بالماده. اذا اخذت هذه من هون راح تقول لي اعطيني زمن. قسم لي الزمن. اعمل اري اسمها تي وخذها من 0 ل 2 سكندز. انتوا هذا مش شايفينه من عندكم اللي ورا شايفين هاي من 0 ل 2 بستبس اوف 10 ملي سكندز. فبعمل طبعا اري وهيها بتبين الاري هون. اذا عملناها هون هي اعطاني هون 1.98 1.99 هذول راح يكونوا الاساسيات للتغير من
من فريم لفريم او من شكل لشكل. هلا بعد ما عملنا هيك هلا رح نعمل رح اقسم كمان كيو. هلا هون هذا انستراكشن جديد، في عندي هون انستراكشن اسمه جنريت تراجكتوري، اعطيني تراجكتوري غير فيها من كيو اي لكيو اف. هلا خلينا نفكر فيها. كيو اي عباره عن ايش؟ عن رو، مش هيك؟ رو في ست ارقام، هو نوع من البوز، والارقام كانت ايش فيه؟ 0 0 0 0 0 0 6 0. كيو فاينل كان في عندي اول رقم مش 0 وثاني رقم مش 0. اول رقم ايش كان؟ زائد 90 درجه اظن، والثاني رقم كان ناقص 90 درجه، والبقيه 0. هلا هو شو بيعمل؟ بيجي بالتساوي بقسم حسب تي من هون، بقسم هدول. مين راح يتغير؟ راح يتغيروا بس الزاويتين هدول ثيتا 1 وثيتا 2، فبقسمهم ل 90 درجه. لاحظ كيو هلا بتطلع اري فيها روز فيها كيوز. هلا بنشوفها شو بتطلع منه. هاي هلا نعملنا جنريشن لكيو. هاي كيو اذا ايش طلعت؟ كيو فيها كيو الاري الكبيره فيها كيوز روز، كل واحده منهم رو بتمثل حركه، فاحنا قسمنا هذول بالتساوي. كل ستيب اعطاني زون، فاعطاني ستيبس من هون. اذا عملت اظن اباوت كيو اعطيني دبل 201 201 روز في 6 كولومز. ها 201 روز في 6 كولومز. 201 لانه هو فرض انه عندي، اذا عندي انا 10 فترات الحدود تبعتهم رح يكونوا 11 فتره. ها اوكي، اللي بدي اول واحد واخر واحد وبينهم رح يكون، فحتى يكون في 200 فتره لازم يكون عندي 201 حد، لانه كل واحد للثاني عم بيمثل حركه. هلا اظن اخر انستراكشن بقدر اعمل، انا بقدر اعمل بلوت لكيو الجديده. فشو بعمل؟ بصير ياخذهم واحد واحد وبفهم انه في زمن بينهم. فخلينا نشوف، بضل حد يعير الزمن يشوف انه فعلا بتاخذ 2 سكند ولا لا. رح اخذ الان هذا الانستركشن. هلا هذا كمان انستركشن، كمان ميثود، ميثود بيشتغل على اي بوما، بس بالاول شو كنت اعطيه؟ كيو رو، رو فيكتور. هلا شو كيو صارت؟ اري اوف رو فيكتورز. فرح يتحرك بين الواحد والثاني. خلينا نشوف اذا فعلا باخذ 2 سكند، انا بعرفش، هلا بنشوف نتاكد منه. فرح ادخل هلا، خلينا نسكر الفيجر، نتاكد انه سكرنا الفيجر. مسكر، رح نعمل هون هلا عندي هي جاهزه. اكثر من 2 سكند. نعم، كان يحكي انه الماتلاب يعني كان تهندل 0.01. اوكي تمام، فهو البروسيسنج تايم عم باخر. هو البروسيسنج 16 ثانيه. هلا واضح انه تحرك ما بين التنين. فتحرك بين التنين، فتحرك من البوزيشن الاول للبوزيشن الثاني، لكن هاي مش انفرس كينماتكس، هذه فورورد كينماتكس. احنا كل اللي عملناه اخذنا جوينت سبيس اولي وجوينت سبيس ثاني، والجوينت سبيس سهل نحرك من جوينت سبيس لجوينت سبيس من هون، وحركنا ما بين التنين. فهي اتس نوت ترو تراجكتوري بلانينج. لو بده يكون فعلا ترو باث بلانينج، ايش كان لازم اللي ابدا فيه؟ الكارتيجن سبيس. باجي بحدد انا ما بهمني كيف ثيتا 1 بتتغير وثيتا 2 بتتغير، انا شو بهمني في النهايه؟ بهمني اني احرك وارسم خط في الكارتيجن سبيس، مضبوط؟ حتى اعمل هيك شو بدي اعمل؟ بدي اخذ النقطه الاولى في الكارتيجن سبيس، بدي اخذ النقطه الثانيه في الكارتيجن سبيس، بدي بينهم ايش اعمل؟ بدي اقسم نقاط. احنا ما اهتمناش كثير بالفلوستي على فكره هون، احنا ماخذين شيء بسيط جدا، بس عم ناخذ من بوزيشن لبوزيشن، زي ما عملتوا انتم في المختبر اخذتوا من بوزيشن لبوزيشن. فبدي اخذ الكارتيجن سبيس اللي موصوف ب تي 1 او تي انيشال، كابيتال تي انيشال، ونهايه الخط اذا كانه خط مستقيم مثلا بده يكون هذا موصوف ب تي كابيتال تي فاينل، وبينهم بدي اخذ عدد كبير من الكابيتال تيز، ولكل وحده من الكابيتال تي شو بدي اطلع؟ الكيو. اوكي، فهون كل مره بدي احل، يعني 200 مره بدي احل ايش؟ الانفرس كينماتكس. راح تطلع عليه المره جاء.